قبل ما نبدا المقطع يا حبايبي بقينا بس 38,000 مشترك، اود نوصل 500,000 مشترك اللي حتكون لكم مفاجاه ناريه، فاتمنى من الكل يشترك بالقناه ويلا نبلش بالمقطع. الخبر اللي عدنا عن انس واصاله وعيد ميلاد عمر اللي هو ابن اخت اصاله. في اليوم يا حبايبي عيد ميلاده، فكل عام بخير اخبار مليون سنه يا رب، وطبعا لا تنسون يا حبايبي تباركوا لنا بالكومنتات على عيد ميلاده. وبالنسبه لاصاله فهي نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات كان ويا ابنها نوح. وننتقل حاليا لياسو ريدر والمشكلة الجديدة اللي صارت ما بينهم. فبعد الفترة الطويلة اللي قضوهم اللي يصوروني يا بعض، وقعدنا نزلوا هذا المقطع لشرحوا بيه شنو السبب اللي يصوروني بيه ويا بعض. ولكن اليوم يا حبايبي ياسو ريدر شالوا الفولو عن بعض بحساباتهم بالانستغرام، واضح صارت لكم مشكلة جديدة ما حد يعرف شنو السبب. خاصة انه ريدر اخر فيديو نزله من حوالي اسبوع واضح انه مكتئب من الموضوع وما قاعد ينزل باليوتيوب، فاكتبوا لنا حبايبي بالكومنتات شنو تتوقعون قاعد يصير. ننتقل حاليا لغيث مروان وسفره. فغيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام شوت ستوريات يعني من خلال انه راح يسافر، رغم انه صار غير يوم او يومين راجع هو دبي من سفره، فيطلب من المتابعين انه يقترحوا له هو وين راح يسافر بالضبط. جايز بتعرف شو، انا ما صار لي يومين تقريبا واصل على هون على الامارات، بس افكر ارجع سافر، فاكتبوا لي بالبوكس شو رايكم وين سافر، حطوا لي بالبوكس هون خلينا نشوف مشان نسافر سوا. روح حاليا لمفاجآت اليوتيوبر، نبدي من نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست، كاتب شنو تتوقعون مفاجأة عيد ميلادي، وشات باستديو تسجيل اغاني في منو توقع انه حتسوي اغنية نارية بعيد ميلادها، واللي هو ضايلة تقريبا يوم او يومين اللي هو 21/6، فشو تتوقعون يا حبايب المفاجأة اللي محضرتها لعيد ميلادها؟ وننتقل حاليا ليارا مار اللي نزلت على حسابها بالانستغرام بالبداية بث مباشر امبارحة، وهذا بث مباشر كان وياها ايمو مار، ومهم الاشياء اللي حكوا عليه هم حكوا عن نور مار انه هو سرق قناتها الثانية، وبنفس الوقت ايمو مار قال انه هو يجهز الفريق حاليا عم يصير يصور، فهم الاشخاص صار يتمنون انهم يصورون ويا بعض، فهل تتوقع انهم فعلا حيصورون ويا بعض؟ واحد، وبنفس الوقت يارا ما نزلت هذا الستوري اللي تعلم من خلاله انه باشر راح تنزل مقطع الساعة بالثنتين على قناته، حيكون فيديو رهيب اللي اتوقع راح يكون ويا اليوتيوبر اللي هم هيام وهيا. وننتقل حاليا للقمر مال نزلت على حسابها بالانستغرام شوت ستوريات، فهذه الستوريات كانت ويا امها طالعة شوية قصص مضحكة، راح اعطيكم الستوريات كاملة شوفوها. صعب من كل الطالعين وياهم يركبون بالمصعد وانتم عندكم فوبيا وتطلعون درج وهم بالاسانسير مرتاحين. ايش الشعور من انتم جوعانين تضطرون تنطرون اللي وياكم الفايتين بمحل ملابس على مود تروحون تاكلون سوا، بس انتم مدري تنتظرون، بس لازم تنتظرون. حموت جوع. او ماي جاد او ماي جاد، كلش كلش جد. ما حد يسالني ايش اسوي، ما اعرف وين ثبت التليفون. مو شايفين هاي النار هيك تطلع من البطن؟ انا حاليا هيك بطني هيك نار وعدهم جوا وما ادري يطلعون وأنا جاهز. أوكي باي. أنا ما أعاني وضحكتي سما صار السبب في كل قلب حب السما طلعت موهبة الغناء. أو ماي جاد. تجيلكم قصة حزينة بس بيني وبينكم لا تقولوها لحد. هسه كنت أصور فجأة انتبه إنه أنتم تعرفون أين أركب أظافر، فهسه فجأة انتبه إنه أفري أو هل أظافري واقع. أو ماي جاد، وما أعرف وين وقع وما انتبهت عليه وما أعرف وين وقع وشكلي كلش لا. طيب انا قلت لامي انه انا قلت لكم، برايك ما راح يقولون لحد؟ لا حبابين ما راح يحكون ابد. صديقتك وينها؟ راحت جوا لبينا. يا جماعه متى تنجوا؟ اعذروني اي شيء يطلع مني بالستوري، بس حرفيا الجو ما وما او ماي جاد وما يفعل. اعلق على شغله انه هم اللي يشترون وانا لازم ادفع يعني. ف ابي اكو فيكم قالوا لي ليش حاطه النظاره اللي فوق كلها مستفز، فحطيتها لي جوا. اوكي ما ادري، ما بعرف انا ايش لابسه النظاره اصلا، بس ايش ستايل. اوكي لك وبس والله يا حبايبي نوصل المقطع، اتمنى اخذ عجبكم، لا تحطون لايك في القناه، تشاركوا في زي ما قالت منك القصص، ومع السلامه.